مسيرة من ساحة التحرير نساند إخواننا في لبنان، وحتى لا تتكرر فاجعة لبنان في العراق، وما نريد نشوف هالمنظر بالعراق. رغم العراقيين تألموا بتفجير بيروت وكأنما مدينتنا تم تفجيرها، احنا شعب شابع هموم وما نتحمل يصير بينا نفس اللي صار ببيروت. المناطق السكنية بأغلب دول العالم بها منتزهات وملاعب رياضية وكل شيء إلا العراقيين، وبفضل حكومتنا الموالية للجيران وللأرجنتين أفضل مكان يخزون به السلاح والعتاد هي مناطق سكنية وشعبية مثل مدينة الصدر والشعب والزعفرانية والدورة وغيرها من المناطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، قبل البدء في الموضوع نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن موضوع إعلان حكومة مصطفى الكاظم الانتخابات ورفض الشارع لهذه الانتخابات المزعومة، وكذلك التشكيك بحقيقة هذه الانتخابات ونزاهتها. وطبعا المعروف عن حكومات ما بعد الاحتلال أنها تلاعبت دائما وأبدا في الانتخابات وفي تلاعبت بنزاهة الانتخابات بفضل الفساد وبفضل الميليشيات والأحزاب المتنفذة وغياب القانون وغياب النزاهة والعدالة. تم تزوير الانتخابات التي أجريت على مدى سنوات الاحتلال المتعاقبة، وبالتالي لم يحظى العراقيون باختيارهم فعلا، بل كان الموضوع عبارة عن يا أما فرض من قبل الدول الولايات المتحدة وإيران، أو طبعا بالتوافق ونظام المحاصصة الطائفية الذي اعتمد من بداية الاحتلال ولغاية هذه اللحظة، نظام فكك البلد وبنى عملية الاختيار على الانتماء الحزبي والانتماء الإقليمي والدولي بغياب طبعا الكفاءة والأحقية بالمنصب. وبالتالي طغى الفاسدون واللصوص على العراق وحكموا بنفس النهج، وبالتالي دمر البلد كما نراه اليوم. هل يرضى العراقيون بهذه الانتخابات التي أعلنتها حكومات ما بعد الاحتلال؟ هل دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم بشبابهم بأعمارهم في الشوارع يتظاهرون رفضا لهذه السلطة سيقبلون أو سيقبل ذووهم بأنهم يذهبون هدرا هكذا أو هباء منثورا في سبيل عودة نفس الوجوه إلى العملية السياسية وحكم العراق؟ هل ستقدم حكومات ما بعد الاحتلال شيئا جديدا للعراقيين بعد أن جربها العراقيون 17 عاما على نفس الفساد ونفس السرقات ونفس النهب ونفس الميليشيات والأحزاب؟ ما اختلاف مصطفى الكاظمي عن عادل عبد المهدي، عن حيدر العبادي والمالكي والجعفري وحتى اياد علاوي؟ ألم يأتوا وفق نظام المحاصصة ووفق نظام التحزب والطائفية؟ ألم يسرق هؤلاء العراق وأوصلوه الآن إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي والإفلاس، والآن العراق يتسول ويقترض داخليا وخارجيا لدفع رواتب الموظفين؟ ألم تكن هذه الحكومات هي السبب في دمار البلد وإيصاله إلى الانهيار، ووصلنا الآن إلى مرحلة فقر تجاوز فيها عدد الفقر أو نسبة الفقر وفق الإحصائيات الدولية والحكومية أكثر من 40%، وتحذر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن العراق يقترب من 40%، لكنها أخطأت في الرقم، العراق تجاوز 40%. العراقيون الآن يبحثون في النفايات بلا كهرباء، بلا ماء صالح للشرب، بلا نظام صحي الآن ونحن في فترة كورونا، وهذا الانهيار الكبير الذي عاشه العراقيون ويشهدوه يوميا، هذا كله بسبب أو نتاج عمليات سياسية فاشلة وسوء لإدارة البلد واستغلال مواردها بالشكل الخاطئ وليس لخدمة الوطن والشعب. فالانتخابات القادمة التي ستأتي، هل سترضي العراقيين؟ هل سترضي طموح العراقيين وتقنعهم بالقادم؟ طيب،
طبعا تتحدث الصحف والتقارير مثل موقع المونيتور الأمريكي على سبيل المثال أن حكومة مصطفى الكاظمي التزمت بتحديد موعد الانتخابات بدون ضمانات حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها وتوفير الدعم المالي الذي يكلف 300 مليون دولار تغطية الانتخابات. من أين ستأتي هذه الحكومات بهذه الأموال وهم الآن يستجدون رواتب الموظفين؟ من معنا الآن؟ ندى من الموصل، تفضلي يا ندى. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا أبويا معتقل. نعم. وبنات وعسكري والله العظيم، وكل أهله كتلوهم الدواعش. نعم. الناس رئيس الوزراء ليش ما ينضعفوا عن مساجهم؟ قال الداعش يخلي لا يطلعوه. الداعش بس هذول الأبرياء شنو ذنبهم؟ نعم. واحدة الناس بنخلي ينضعفوا وهم خطية ذولا ايش لانهم دواعش هم عسكرية شلون يصيرون دواعش؟ ما يصيرون دواعش العسكري ما يصير داعش. نعم. خلي يطلعهم كلها تنتخبهم كلها تريدهم وتحبهم ليش يخلون هيك العالم تكرههم تبوج منهم؟ نعم. ندى الله يكون بعونكم ووصلت رسالتك واشكرك للمشاركة. ابو الحسن من بغداد تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. احييك واحيي قناتكم التي تنقل الحقائق في العراق وكل الساحه العربيه. الله يسلمك. على مدى الانتخابات اللي وراح تجري في 2021. نعم. احنا الو. وياك. تسمعني استاذ؟ اسمعك محمد. اسمعك ابو الحسن تفضل. احنا طبعا هاي الانتخابات اللي راحت اللي مضت صار بها عمليه تزوير كلش كبيره، وندري احنا كل الشعب العراقي عزف عن الانتخابات ما راح انتخب. نعم. وانما صار عمليه التزوير. انا بالذات كنت مسؤول مركز. نعم. انتخابي طبعا على مدة راتب تدري مو على مستشفي ولا ما، فكنت مسؤول مركز انتخابي عملية التزوير في المراكز الانتخابية اللي أنا كنت عنها. نعم. أكثر من 95% صار عملية تزوير وبالسلاح عمه. نعم. في الرصافة صار عملية تزوير والمواطن قام يجبروه يسحبوه برا اللي جاي يسقط نظام المحاصصة والنظام الطائفي، فيشوفه قام يسحب المواطن برا ويجي يأشر له يقول له أشر على هاية. نعم. فيجبر المواطن على فعملية انتخابات في العراق ما ممكن أن تكون نزيهة طالما الأحزاب الفاسدة وطالما الأحزاب الطائفية هي تقود العراق ونفس الأوجه. فأني أدعو الشعب العراقي نهائيا لن يخرج على هذه الانتخابات وتستمر ثورة الشباب ثورة تشرين العظيمة. نعم. لإسقاط هذا النظام الفاسد اللي جاسم على أرض العراق وعلى صدور الشعب العراقي. نعم. فعليه أنه أدعو العراقيين كافة وأنا منهم، وإن شاء الله عملية إسقاط النظام هذا. نعم. سوف نعمل عليه إلى أن يحالون بعد إسقاط هذا النظام كل الفاسدين وكل القتلة واللي نهبوا ثروات العراق. نعم. ان شاء الله يحالون محكمة ويتعلقون في المشانق. نعم. اما السعال في الشوارع وهؤلاء هم خدمة سيادهم الايرانيين. نعم. يعني احنا نعرف اموال العراق وثروة العراق الان هي بتروح لايران تمول الاحزاب وتمول الميليشيات مالتها في سبيل تبقى على سدة الحكم. نعم. وإنما الآن الشعب العراقي وعى على هذه المسألة الطائفية والعملية السياسة الطائفية والمحاصصة. نعم. على أساس الأحزاب والطائفة، فإن شاء الله الشعب العراقي وعى هذا. والثورة مستمرة، ثورة. نعم. الشعب من الجنوب إلى الشمال، وأيضا ثورة تشرين اللي يقودها شباب العراق وطلبة العراق هم جيل المستقبل لقيادة العراق، وبالتالي. نعم. هؤلاء الفاسدين
والسراق واللي جاءوا أرذل الناس، أرذل الناس هم قادوا العراق. أنا أشكرك يا أبو الحسن من بغداد، وضحت الفكرة. أبو زيد من كربلاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي يعني منين تبدأ؟ يعني منين تبدأ؟ تصورون يعني مع الجازمة. نعم. ألو. أسمعك يا أبو زيد، أسمعك أسمعك. يعني تصورون إحنا في هذه المحافظات الجنوبية والوسط، تصورون إحنا مرتاحين من هاي الحكومات الفاشلة، الحكومات اللي دمرتنا، الحكومات اللي قاعد تعتقل بالشوارع. نعم. الحكومات تتصورون المحافظين هذا المحافظ تابع الحزب الدعوة. نعم. وهذا المحافظ تابع المجلس الشعبي، وهذا المحافظ تابع للفضيلة، وهذا المحافظ تابع كل المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية يشتغلون لحد الآن للأحزاب. نعم. أي انتخابات يريد الكاظمي؟ أي انتخابات مزيئة؟ أفضل وجود هؤلاء والسلطة والسلاح المنفلت. زين؟ نعم. وهذه العجلات والسيارات من أبناء العامة اللي هم الدمار، هم دخلوا داعش، المالك دخل داعش. نعم. المالك أنا شوف المالكي في كربلاء. زين؟ نعم. شوف المالكي، شوف ايش عنده، خلى هو الكاظمي يقول انا جيت كنت الفاسدين، خليه يروح يدور ورا المالكي ايش عنده من اموال وايش عنده من عمارات. ابو زيد يعني الحكومات اللي موجوده، مصطفى الكاظمي من اعلن عن انتخابات مبكره وهو قال موعدها العام القادم، هي نفس الوجوه الموجودة والأحزاب الآن الموجودة دا تسعى لتأمين حصصها من المناصب، شنو اللي حيتغير إذا ظلوا هم نفسهم موجودين؟ هذا احنا نعتبر الناس الشرفاء. نعم أبو زيد. ألو. أسمع. نعم أسمع. فضل. ال 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 نفس هذا الإعلان مالته. نعم. اللي عندنا هذا هروب، احنا نعتبر الشرفاء الوطنيين اللي جاوا من العراق الواحد من الشمال الى الجنوب، نعتبره هروب من الواقع، يريد يهرب من الواقع ويريد يهرب من التزاماته. لو كانت عنده التزامات المنافذ الحدوديه هيروح نقل لكردستان. نعم. بدل جماعته وخرجوا الفاسدين، جابوا فدين من جماعته. طيب. زين؟ شنو اللي يتغير؟ المحافظين عندهم السلطة وعندهم المال وعندهم لحد الآن مكاتبهم مفتوحة ولحد الآن يوزعون الأموال وخاطئين الشعب، واللي يحكي واللي يعلق عندهم نفس اليوم يعتقلوه. طيب. ينفصلوا من الوظيفة. هذا عام تتارك. أنا أشكرك يا أبو زيد، أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة من كربلاء. أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، حياك الله. تحية لك وتحية القناة وتحية الكادر القناة وتحية المتصلين وتحية الشعب العراقي وثوار تشرين، تحية. الله يسلمك. واسمح لنا استاذ محمد ان نعزي شعبنا اللبناني الشقيق. نعم. على هذه الجريمة التي ارتكبها حسن نصر الله وميليشيات ايران. ونطالب الشعب العراقي بالثورة على قبل ان يحل العراق الشقيق. نعم. كما حل بالنظام اللي فعل هذا النظام الإيراني بلبنان. نعم. ونطالب من دولنا العربية بعدم دعم هذه الأنظمة. النظام بالعراق لا يوجد دولة. ولبنان لا يوجد دولة أستاذ أحمد، هي ميليشيات نفسها حسن نصر الله ومسيطر على العراق ومسيطر على لبنان. على مدعوم. نعم. من إيران. نطالب دولنا العربية الوقوف ضد هذا النظام ودعم الشعب العراقي الشقيق ودعم لبنان حتى تخلص القضاء على هذه الميليشيات. نعم. بالنسبة ما يقولوا هذا شلة الكاظمي بأنه انتخابات في 6 حزيران. نعم. هي لازم تكون الانتخابات، لازم يكون الكاظمي غير موجود على رأس السلطة هذه المجرمة. لازم المشانق تبدأ الكاظمي والزمر، هذه كلها شلة الفاسدة التي وصلت العراق لبوابة. نعم. لكن أملنا كبير بالله الواحد الأحزم الشعب العراقي يزيل على الشكول القدرة. وتحييلك. شكرا جزيلا. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. الله يسلمك. بالنسبة
بالنسبة للانتخابات، الانتخابات لا تصلح أن تكون في العراق طول ما هذول الأحزاب موجودة وطول السياسيين والوجوه القذرة موجودة. نعم. لأنه هم منها سيتحركون ويردون يحصلون على مناصبهم، وملتفين على كل وزارات الدولة وملتفين على كل دوائر الدولة. نعم. وما يصير الثارة، ما يصير. أول هو خلي يضبط السلاح، السلاح ما قدر يضبطه بيد الدولة. شلون يضبط الانتخابات بعد؟ شلون يضبطها؟ راح يكون موجود اكو غش وكذب، لان اذا تعلموا على الغش وعلى الكذب على كل شيء. فاحنا نأيد الشباب الموجودة ثورة 20، والثورة هاي هي اللي تنقذ الشعب، وهي اللي ننتخبهم هم اللي يقومون بالأحرار الموجودة للساحة. نعم. للساحة، وما نريد هالوجوه القذرة اللي ترجع لنا مرة ثانية. وأنا أشكرك وأشكر هاي شكرا جزيلا سيدة مزهر للمشاركة. السيدة أم فارس من سامراء، تفضل يا أم فارس. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، أنا عندي ابن مزيون من 2017. نعم. ولا سوى مواجهة وخلونا نواجهة، ولا أنطع الكاظمي أنطع عفو وخلانا نشوف ولدنا. وين مسجون يا أم فارس؟ وين مسجون؟ والله خذوه وما أدري بي وين. نعم. طيب من اللي أخذه؟ والله خذوه السرايا. سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر. طيب شنو السبب؟ أيوة. والله خذوه هيك، قالوا اليمن مختار ونعجب السياح، وخذوه بعد ما عقبوه. نعم. وباي حق سرايا السلام هاي الميليشيا تاخذ مواطن عراقي تعتقله تخفيه؟ والله يا اخي غير هاي الحكومة مالتنا لا دعوة لنا بيهم، مغيبين. نعم. وعايشين اطفالهم ونسوانهم وامهاتهم، وجي العيد. والله يا اخي جي العيد ينقلب علينا عزه، واحد ما يشوف ابنه اليوم 4 سنين، هو شو يقول مصطفى صادم هسه له ابنه؟ نعم. يعني شنو موقفه؟ نعم. سيدة ام فارس الله يكون بعونك، والله يفك اسر كل معتقل بريء ومظلوم. يعني سرايا السلام ميليشيا مثلها مثل أي ميليشيا خارجة عن القانون، تحمل السلاح بعيدا عن القانون والنظام، تمتلك سلاح وتخفي الناس. المسرحية اللي سواها مصطفى الكاظمي من أجل الإفراج عن الناشطة والصحفية الألمانية اللي خطفتها الميليشيات اللي يسموها هم الطرف الثالث، هاي المسرحية الهزيلة اللي قال أنه خلال 72 ساعة أريد يتم الإفراج عنها، وطبعا فضحت بكشفها أنها صفقة، أيضا صفقة حكومة مع ميليشيات. وينهم ذولا طيب المعتقلين الشباب الأبرياء المخطوفين المغيبين؟ وين هاي 72 ساعة مالتك حتى تطلعهم؟ طبعا هذا كله من صفقات الفساد اللي تستخدم الآن في العراق بين الأحزاب والميليشيات وبين الحكومة، أو هي طبعا هي كلها داخلة ببعض، لكن يعني ظاهريا أمام الإعلام. مصطفى من مصر تفضل. أيوة. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحيي حضرتك ونحيي شعبنا البطل ونحيي ثورتنا المجيدة الشريفة. أهلا وسهلا. أما سيدي بالنسبة لي، أهلا بحضرتك. ما يسمى مهزلة الانتخابات اللي يتحدثوا عنها، نعم يا سيدي، لا أساس لها من الصحة أصلا، لأنهم. نعم. أصلا لا يملكوا القرار، لا يملكوا القدرة على السياسة، هم أصلا مش رجال دولة ولا رجال سياسة، دي عصابات يا سيدي. نعم. لا يفهموا في التشريع ولا يفهموا في القوانين ولا يفهموا في إدارة شعب ولا يعرفوا يعني إيه أصلا بشر أصلا أساسا. نعم. فوضعهم متناقض جدا، موضعهم متناقض. يعني إزاي هتعمل انتخابات وإنت عندك عصابات إجرامية؟ نعم. مكدسة زخير وأسلحة في وسط المدن وفي وسط الأبرياء والسلاح المنفلت وتجار الدين الخونة، كل واحد لمم لي 5 6. نعم. وعامل لي زعيم في منطقة، بالله عليك تبقى دي انتخابات ولا يبقى ده وطن؟ يا سيدي دول هم دلوقتي بينتحروا. وعلى فكرة الفترة الجاية العصابات هتتمرد على ما يسمى عملية الانتخابات القادمة، لأن مش عايزين انتخابات، وهيدوروا. نعم. الضرب ببعض، كل العصابات هتدور الضرب ببعضها
لان دول يا سيد الكاظمي ما هو جزء من عمليه الفساد، مجرم ارهابي قاتل لا يعرف للوطن اي، ملوش قيمه اصلا لا يعرف. فنحيي شعبنا ونحيي صمودك، وانا اضم صوتي لصوت الاحرار واشكر سيادتك جدا. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيد داود من صلاح الدين، تفضل يا داود. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك عين استاذ، شو اخبارك؟ اهلا وسهلا حياك الله. عين استاذ، انا ضمن كلامي مع الاخت اللي اتصلت قبل شويه ام فارس. نعم. من سامراء. نعم. والله كلامها صحيح ام فارس. نعم. ام فارس تتكلم عن سرايا السلام. سرايا السلام استاذ العزيز. نعم. يعني اعمالهم اجراميه جدا. يعني الكثير من الناس قاعد يعتقلونهم. نعم. وما حد يعرف شنو مصيرهم اصلا. طيب يعني سيد داود، سيد داود يعني شنو على اي اساس تاخذ ميليشيا الناس وتغيبهم تخفيهم؟ وين القانون ووين الدوله اللي يمنع هاي الميليشيات ان هي تتعامل وكانها هي دوله؟ هي دوله وهي قانون وهي امن تحت اي شعار؟ يعني وفق الدستور اللي هم حاطيه، اللي حاطته هاي الاحزاب والحكومات، اكو بند بالدستور يمنع يحظر على الحكومه او يحظر تشكيل ميليشيات او فصائل مسلحه تحمل السلاح خارج اطار الدوله. يعني هذا امر اصلا وفق دستورهم هم اللي حاطيه واللي يفخرون به يتفاخرون به، ممنوع. شلون تسمح السلطه بوجود ميليشيات تسرح وتمرح وتاذي الناس وترهب العالم؟ يا استاذ العزيز يعني اليوم بصفه انه قانون، بصفه القانون يعتقلون الناس وما حد يعرف شنو مصيرهم ولا حد ينقلهم وين اصلا. يعني عندنا الكثير من الناس يعني يعانون من هاي الاعتقالات، خصوصا جزيره سامراء. جزيره سامراء يعني يعانون معاناه يركى لها من الاعتقالات من سرايا، من جهه سرايا السلام. نعم. ابو السرايا اللي حمل حنطه يعتقلونه وما حد ينقله وين، الفلاح يعتقلونه وما حد ينقله وين. يعني ناس كلها الله وكيلك جايه تعيش على اللي فلاح واللي راح واللي ناس طاين حولهم. طيب سيد داود، سيد داود سؤالي الاخير، سؤالي الاخير لحضرتك وباختصار لان اكو ناس ينتظرون. سيد داود، ورا هذا اللي حضرتك تفضلت به واللي تفضلت به السيد ام فارس، هل هاي الحكومه العراقيين بعد عندهم ثقه بها ان هم يعطوها مجال حتى ترجع بالانتخابات الجديده مره ثانيه؟ لا والله ما في ثقه، لا والله ما في ثقه، لان ما شفنا احد جاء وقال يابا وقفوا ورجع هذه الجهات اللي جاءت تعتقل وتخيب الناس. ما حد ردع هذا الجهاز، لأن ما ننتخب هاي الناس اللي ثابته على هاي القضايا كلها اللي قاعد تصير. نعم. أنا أشكرك يا سيد، أشكرك يا سيد داود من صلاح الدين. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً نعزي أهالي الضحايا، ضحايا شهداء التفجير في مرسى بيروت. نعم. ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان. نعم. ثانيا بالنسبة إذا كانت هناك يعني هاي تطمينات للشعب العراقي. نعم. وامتصاص وتليين للموقف في الشارع بإجراء مبكرة، إنه طلع لنا الحلبوسي بإجراء انتخابات أبكر، وتطلع عالية مصيف تقول ما يجوز نسوي انتخابات وإحنا لحد الآن ما مسوين تعداد للسكان. نعم. طيب هم من 2003 الى الان ثلاثة او اربع انتخابات صارت. يا مرة سووا فيها تعداد عام للسكان. نعم. ثانيا والنقطة الاهم. واستجابة لطلب الشارع. نعم. ورغبات الشارع الحقيقية. اول شرط انه جميع الاحزاب الموجودة الان في سدة الحكم من 2003 الى الان يجب ان لا يشترك منهم احد. وأنا متأكد حتى لو راح يشتركون ولا واحد راح يفوز. هذا 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 الكلام، هذا الكلام يا أبو زينب إذا صارت انتخابات نزيهة، بس حضرتك شنو اللي يضمنك إنه تصير انتخابات نزيهة ذولا موجودين بيها؟ العفو عيد السؤال. يعني أنا أقول إنه الانتخابات اللي صارت قبلها، الانتخابات السابقة والقبلها والقبلها كلها صارت بالتزوير. وكل تلاعب بالنتائج وبأصوات الشعب، شنو الضامن للعراقي حضرتك مواطن وغيرك الكثير، شنو الضامن أنه ذولا ما يتلاعبون مرة أخرى
بالانتخابات ويزوروها. هذا طبعا شيء مفروغ منه. نعم. اذا اريد انتخابات حقيقيه ونزيهه، اولا يجب ان تجرى على ملأ العالم اجمع. نعم. عبر الانترنت وعبر القنوات الفضائيه وغيرها. نعم. ثانيا بحضور ممثلين عن الامم المتحده. نعم. وجامعه الدول العربيه. وان كل محافظه توضع الصناديق مباشره تسجل النتائج. مو ما يقولوا الاجهزه الالكترونيه اللي يصرفون عليها 650 مليون دولار وشالوها قبلها بالزباله. نعم. وكانوا يرجعوا للعدو الفني وحرجن العود مال البخور. نعم. يعني الى اي مدى هم مسطحين مخ وعقل الشعب العراقي؟ نعم. سذجوه اكثر مما هو ساذج. يعني دمروه، دمروه اقتصاديا، دمروه عقائديا. يعني لولا الشعب اللي يقول لك انه كان النظام السابق دكتاتوري ويمين نحو السنه وكذا. نعم. طيب ما يجي النظام شيعي، اول ناس تدمروا هم الشيعه. نعم. فاما انتخابات يعني مو اكثر من بعد شهر او شهرين مثل ما طلعوا انه لازم في 1/9/2020. اجى كاظمي دفرنا دفره دفنا على السنه الجايه، من يقول هم باقين؟ من يقول احنا باقين السنه الجايه؟ نعم. وصراحهم الرهيب على المناصب وهاي الاموال الطائله اللي خيرهم مثلا يحلمنا ب 1000 دولار الان يلعب بالمليارات، مليارات الدولارات لعب. طيب. انا اشكرك يا سيد ابو زينب من النجف للمشاركه معنا. السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بيك، هي تلاقيك تحيه لهذه القناه الكريمه وعامليها السادي. اولا هي. الوجوه الجديده على المجتمع هي العين الساهره للجمهور ولها دور فعال، قد يكون لها دور فعال لكل المعاصي، يعني لها دور لحل المعاصي والازمه يا استاذي. طيب. واقول لكل انسان احترموا كرامه الانسان تنالوا رضا الرحمن يا استاذي. الرحمه اولا لكل الكائنات الحيه، الاوادم، الانسان، الحيوانات، الطيور يا استاذي. نعم. واخر الكلام يا استاذي، تكاثرت عندنا الفيروسات وفروخها والاجواء الرطبه الحاره احنا بالكويت عندنا، والى اللقاء في القريب العاجل، تحياتي لك. شكرا جزيلا. أنا ابو علي من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الكاظم يعطي امل للسنه الجايه انتخابات، لان العراق يوميا 3000 اصابه بكورونا. نعم. هل ضامن هذا العراق، الشعب العراقي الى سنه 21؟ هذا اللي الشعب اللي تدمر. نعم. لان هو كل العالم رايح للمجهول. نعم. 14 سنه انتم حكمتوا العراق. حتى مستشفى ما عندكم. نعم. يعني لا تريد تحاسب الدوله العراقيه، لازم البرلمان، كل برلمان تشكل بالعراق هو لازم يدبون بالسجن. اللي اخذوه. نعم. شنو الفضل؟ تفضل على الجنوب اللي المساكين الضاله اللي تجي بها الكورونا، شنو فضلهم؟ نعم. ولا تصدق واحد هنا بالعالم العراق. نعم. مستحيلات الا مصالح والا تستولي على السلطه، لا اكثر ولا اقل. الشعب العراقي ما له غير بس الله. نعم. الله يخلصنا ويجيب لنا، يجيب لنا شر، يجيب لنا اشخاص اللي هم من رحم الشعب. نعم. من رحم الشعب. ابو الكردي يبوق لك راده، ابو السنه يبوق انت شو اسمه، ابو الشيعه يبوق نفسه، ابو الشيعه اصلا حتى الشيعه ما يطيه. نعم. ياكل لقمه واحده. نعم. الله وكيلك، هذا العراق مسرح لهؤلاء الضالين، والله ينتقم من عندهم. نعم يا ابو علي، انا اشكرك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. Come on.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. هذه اللقطات كانت من البصرة، شباب يهتفون لا ما نتعب، هذا رد على كل من يشكك بهذا الشعب، بشبابه، بأنه سيضعف، سينتهي، ستنتهي الثورة. الثورة لن تنتهي، طالما استمر الفساد واستمر الظلم سيستمر الغضب الشعبي وسيتصاعد شيئا فشيئا أكثر ليزيح هذه السلطة. طبعا هذا قانون متعارف عليه حول العالم، الثورات كل ما زاد الظلم كل ما تزيد الثورة، وطبعا يزيد غضب الشعب ويقمع من يريد بالشعب الشر، وطبعا هذه النتيجة المتوقعة إن شاء الله. طبعا الآن معنا السيد أبو جمال من أربيل، تفضل يا أبو جمال. أبو جمال موجود؟ طيب السيد أم عبد الله من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولكل عراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ، التصريحات اللي يطلقها رئيس الوزراء أنه أكو انتخابات، نعم، 21، ترى هو كله تخدير لعقول الشعب العراقي. ترى لا تتصورون أنه يا شعب العراقي راح يصير انتخابات، نعم، وراح تستمر هاي الدولة الطاغية كوحوش لقتل الشعب العراقي لسنته وشيعته. ترى لا تصوروا اكو تغيير، التغيير يصير باتحاد الشعب العراقي ككل، لا انقلاب ولا كل ثوره قلع شلع لهذه الحكومه. لانه لا تصورون هاي المعاناه اللي عانى بها الشعب العراقي راح تنسوها. زين، التصرفات الحكومه انه راح يتخلون عن مناصبهم، نعم، اللي هاي المليارات اللي اخذوها. بعدين انا استغرب المتصلين اللي يقول انه تحت اصرار الجامعه العربيه، وين اكو جامعه عربيه؟ احنا شفنا في اليوم جامعه عربيه قالت انه ايران ليش تتدخل بالعراق او بسوريا او بلبنان او في فلسطين او في اي دوله عربيه. في اليوم انطت قرار ضد الاحتلال او ضد الطغمات الفاسده اللي موجوده بالشعوب العربيه وحكامها. الامم المتحده سوت انه سوت شيء فلسطين، اشو خلت ركزت اسرائيل بفلسطين. استاذ، ترى ماكو انتخابات، لإحنا دوله محتله، يعني محتله منو محتله؟ امريكا واسرائيل وايران والدول الاوروبيه. ما يصير فيها اي تغيير بالنسبه للعراق، خاصه الجناح الشرقي، سوريا، لبنان، فلسطين عادي ناسيها، واليمن، هذا ما يصير اي تغيير لان ايش قد انطينا شهداء. بعدين يقول بس انه بس هذا احباط للناس يا ام عبد الله. لا استاذ، الاحباط يكون من اني انتظر من الحكومه تسوي لي فد عمل، لكن الشيء اللي اني قادره عليه بمساعده الثوار. يعني معنى كلامك يا سيده ام عبد الله، مو احنا هم لما نقول شيء بصراحه ونريد نسمع الناس، يعني هاي الرسائل يعني لازم هم تندرس شويه. معنى كلام حضرتك يا سيده ام عبد الله انه طالما الموضوع بيد العالم خلينا نقعد ببيوتنا ونسكت ونتحمل اللي دا يصير. الشعب العراقي اذا بيسوي تغيير يسويه بنفسه، ما يعتمد على اي دوله اجنبيه. والله انا اصير اسرائيلي او اصير امريكي، طيب واروح اهاجر هناك احسن لي، واني اترك بلدي واترك وطني وبيد هذول اللي ما يخافون الله. البارحه ترى الاستاذ، البارحه الانفجار اللي في لبنان، نعم نعم، الشعوب العربيه تدمير كامل وقتل شعوبه واخذ ثرواته. يعني احنا ليش ما نفكر؟ بعدين احنا ترى استاذ، احنا شعب ازدواجي، خلينا نكون صريحين. احنا الكلمه حلوه قالوها الجماهير الشيعيه، قالوا احنا ما نريد حاكم جعفري. نعم. لانه نريد حاكم صح يخاف
كل الشعب العراقي صار نصفي بحكم الجعفري، وتحياتي لك. شكرا يا ام عبد الله من بغداد. طبعا بغض النظر طائفه الحاكم او ديانته او توجهه الفكري او العقائدي او الى اخره، طالما هو حاكم عادل سيرضى به المجتمع مهما كانت طائفته او دينه. لكن ياتي ما يسمون بحكام او سياسيين الشيعة او السنة او الكرد بغض النظر ويحكمون بالظلم، سيرفضون وسيرفض منهجهم وسترفض يرفض انتمائهم. اي حاكم مهما كان انتمائه الديني، لكن اذا كان حاكما عادل سيرحب به المجتمع. لو كان حاكم اصلاح فعلا وبناء وبنى المجتمع وبنى الدولة على الاسس الصحيحة سيقبله المجتمع، ولن يخرج اي عراقي او اي انسان على حاكم عادل، لانه لا سبب يدفعه للخروج. السيده ام عبد الله من بغداد تفضلي. ام علي، ام علي تفضلي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر قناتكم الشريفه ابني. حياك الله يخليك، بيت العافيه. الله يعافيك. انا عندي سجين بالشعبه الخامسه. نعم. عندي سجين. قبل العيد رحنا دنودي يعني معقمات ودواء لهم. نعم. قال ما يدخل الدواء، ما يدخل الدواء ولا تعقيم. ليش؟ زين الصبر اي يعني خالين بالشعبة الخامسة اصابة استاذ. نعم. اصابة تعرف شنو الاصابة؟ منتسبين اصابة. تصور اني مرة كبيرة يشمر الدواء بوجهي يقول لي ما يصور. نعم نعم. زين اصابة يعني وين وزير العدل؟ وين مصطفى الكاظم الناجة خلي يجون الشعبة الخامسة؟ والله العظيم قد معاناة يعني ماكو اخلاق عليهم، يعني مرة كبيرة قول لي ما يشرب، يشمر ياخذ الدواء من عندي ويشمره يقول لي ما يصب الدواء. نعم نعم. مريض معقمات يعني لا انتم تنطوهم ولا تخلون احنا نوديهم استاذ. يعني برايك يا سيدة أم علي، مصطفى الكاظمي لما كان رئيس جهاز مخابرات وهسه صار رئيس وزراء ما عنده علم بهالاشياء؟ ما اعرف والله. مثل ما زرت السجن مال المطار، روح زور ناتج السجن اشوف المعاناة مالتهم. مي ماكو، دواء ماكو، كورونا ما منتهين. تعرف انا ابني خابر ويبكي. نعم. يعني قال يما جيبي لي علاج، جيبي لي معقمات، اودي له ما يخلون يصب، يقول كل شيء اكو جوا. اي نعم نعم. الله يكون بعونكم يا ام علي، والله يفك اسر كل معتقل مغيب مخطوف على يد الحكومه والميليشيات، يفك اسره ان شاء الله بالقريب العاجل كل بريء. حسين من السعوديه تفضل. السلام عليكم يا اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا طول عمر بالنسبه لكاظمي زي ما انت شايف عامري وهو بيعطيها الجاكيت يلبسها. نعم. وعادل عبد المهدي وبعدين رايح يعني العراق صار ضحيه لايران وامريكا. امريكا المفروض هي اللي جابت الاحزاب، المفروض يا اخي عليها ان تزيل هالاحزاب دي. وانا اتمنى ان ارى حبل المشنقه في مقتدى كما وضعها في صدام. يا اخي زمن صدام ما كانت فيه المآسي والتهجير والقتل والخطف. وبعدين الغريب في الامر انه الكاظمي يقول الان بيرسل مساعدات للبنان للتفجير، من اللي قام بالتفجير غير حزب الشيطان اللي موجود في العراق واللي للاسف يسمونه حزب الله، والله بريء من هذا الحزب. فالخراب والبلاء كله من ايران ومن الاحزاب الفاسده اللي اتت بها ايران. نعم. هذا المقتدى الغدر يقول سرايا السلام، اي سرايا سلام؟ سرايا بدون تجاوزات يا سيد حسين. عاملين نصب تذكاري اللي ابو قاسم سليماني. نعم. الفعل الشنيع اللي فعله سليماني، بالعكس هذا نصر من الله وفتح قريب لما قتل هذا الغدر. فالميليشيات هذه، وانا اتمنى ان ارى حبل المشنقه قريبا وليس بعيد ان شاء الله، وما ذلك عند الله ببعيد، أن أراه في مقتدى كما وضعه في، وأمريكا تتحمل المسؤولية، هي اللي أتت بالأحزاب دي. طيب أنا أشكرك يا سيد حسين من السعودية. معنا السيد أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد. على مود موضوع المعتقلين. طيب تفضل.
احنا ذاك اليوم رحنا عندنا معتقل بالتاجي بالسجن مال طال تاجي. نعم. يعني لا يطلب له ملابس، لا يطلب له علاج، والله العظيم هو على العكازات يعني حالتهم حاله. وعندي بالعكس الناصريه. نعم. اي الناصريه يعني الامراض اللي بيهم صايره كارثه، يعني نروح لست ايام روح الناصريه وبال سيارات وشلاحب، يعني والله العظيم ما يخلون من ماشيها 10 دقائق. نعم. اي والله يعني حال يعني. طيب سيد سيد احمد، ام علي ام علي من بغداد تقول من رحت السجن الشعبه الخامسه دا اودي لابني دواء ومعقمات، يقولوا لها ماكو داعي كل شيء موجود جوا. هذا الكلام صحيح داخل السجون والمعتقلات؟ والله العظيم كل شيء ما يعني حتى العلاج بالصيدليه مضاعفه 6 مرات عن صيدلياتنا الخارجيه. نعم. يعني السجين لا يعني وبالمناسبه صببنا له مصرف، يعني والله العظيم يقول لي المصرف من عنده يعني خلينا 150 وصل 75 من عنده. نعم يعني نتمنى يعني يسمعون صوتنا المصرف الداخلي ويزور السجون. يعني ذاك اليوم زار السجن مال مطار واحد بيه من درايفنا يقول له صار السجن ما صعد راضي، يقول له ابعد انت. يعني بس جماعة الأسبوع العشرة أيام ما لازم مشاكل مظاهرات إلى سنة وفوق إن شاء الله. نعم نعم سيد أحمد أنا أشكرك. يعني والله العظيم يعني تتعب وتحكي وما في أي شيء يعني. أنا أشكرك يا سيد أحمد من بغداد والله يكون بعونكم. وطبعا الحكومات اللي اجتي بهذه الطريقة مع المحتل واللي أدارت البلد بنظام المحاصصة والفساد والميليشيات بالطبع ستتعامل مع المعتقلين والأبرياء المخطوفين والمغيبين بهذه الطريقة الغير إنسانية. سيف من النجف تفضل. سيف موجود؟ سيف طيب فقدنا الاتصال. مشاهدينا الكرام، النائب جمال كوجر نائب برلماني قال إن هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إجراء الانتخابات النزيهة في العراق. يقول بأنه قانون الانتخابات تمت صياغته من قبل الكتل السياسية ولن يحقق تطلعات الشعب العراقي، بالإضافة إلى أن تشكيل مفوضية الانتخابات تم اختيارها من قبل الأحزاب وفق نظام المحاصصة. يعني مفوضية الانتخابات جاية عن طريق الأحزاب اللي جابتها أحزاب السلطة الموجودة الآن وهي اللي هي تحكم. وقانون الانتخابات تمت صياغته من قبل الكتل السياسية اللي مليانة فساد ومليانة ميليشيات. يعني العراق الآن بما أنه هو تحت حكم اللصوص فبالطبع اللص لن يخرج النزيه لحكم العراق، وبالتالي مفوضية الانتخابات هي مشكلة من شخصيات تتوافق مع توجهات الأحزاب. يعني الحزب الفلاني جايب الشخص الفلاني لأنه هو يريد يضمن له مكان في الحكومة القادمة. ونفس الشيء بالنسبة لقانون الانتخابات، مستحيل تحط الأحزاب الموجودة قانون انتخابات يتعارض مع تطلعاتها ويتعارض مع رغبتها بالبقاء بالسلطة وأخذ الحصة نفسها من الحكومة السابقة وأخذها بالحكومة الحالية، يستحيل. فمن غير المنطقي أن ينتظر عاقل من هاي الحكومة أو من أحزاب العملية السياسية إخراج نظام انتخابات نزيه ليقدم للشعب العراقي وتجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة. من معنا الآن؟ السيد أبو سارة من ديالة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو سارة، كل الهلا. الله يعافيك وقناتكم قناة العراقيين كلهم إن شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة أبو أستاذ محمد بالنسبة للانتخابات. نعم. ألا ما يصير تغيير من الشعب؟ ألا مو الشعب كله يقفل يدهم؟ نفسهم راح يرجعون نفس الأحزاب نفس الطاغية كلها ترجع. نعم. إي وعندي ملاحظة. تفضل. أنا بدالة أختار بدالة بعقوبة. نعم. جايبين صور خامني وخميني وصور. نعم. هذا أبو الحوثيين وصور إسماعيل هنية ما شفنا. احنا بلد عربي، احنا بلد عربي نرجع. نعم. للعرب ما نرجع احنا للعجم. يعني هذا ياثر داخلنا احنا كمواطنين. صحيح
صحيح. أنا أشكرك سيدة بسارة، وضحت الفكرة وأعتذر منك، الوقت انتهى. فيما تبقى من دقائق سريعا نقرأ الرسائل الواردة. سيدة أبو مريم من بغداد، باختصار شديد سأقرأ الرسائل الطويلة مشاهدينا الكرام. السيدة أبو مريم من بغداد، بعد التحية والسلام، يعزي الشعب اللبناني بهذه الجريمة النكراء التي ارتكبها حسن نصر الله وعصابته، وهذا التفجير في بغداد الذي ارتكبه الحشد الشعبي، وهذه الأوامر كلها من علي خامنئي أخزاه الله. في رسالة أحد المشاركين يقول: أخي محمد، الميليشيات هي عصابات لا تخضع لقانون، لديها سجون سرية تخطف وتقتل وتقتل وتفجر وتعمل ما يحلو لها، وتمدهم إيران بكل ما يحتاجونه لتنفيذ ما تريده لتخريب البلد وإشاعة الرعب. في رسالة بعد التحية والسلام من أحد المشاركين يقول تحية لقناتكم التي توصل معاناة المعتقلين وعوائلهم. كورونا انتشرت داخل السجون والحكومة تتكتم عن الموضوع، ولا مواجهات أي زيارات ولا أخبار عنهم، ولا يدخلونهم ملابس ولا دواء ولا معقمات، إضافة إلى سوء الرعاية الطبية والصحية وسوء المعاملة. رسالة تقول: الذئاب الفارسية مقتدى الصدر والمالكي والحكيم نصبوا أخاهم الذئب الكاظمي، فماذا تتوقعون أن يفعلوا بكم يا أهل العراق؟ وفي آخر رسالة حسن الهاشمي، رسالتك طويلة جدا، أعتذر منك يا سيد حسن، أرجو منك بالمرة القادمة المشاركة برسالة مختصرة قدر المستطاع لضيق الوقت. قبل الختام مشاهدينا الكرام، ننوه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد الجديد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.